مرحبا بكم متابعينا الكرام اليوم في حوار خاص وحصري واول خروج اعلامي للبطل المغربي اللي تبارك الله صرفنا في رياضه اللي رياضه حربيه اللي فيها مجهود كبير الحمد لله معنا اليوم الشاب المغربي بدر اللي اليوم اللي الحمد لله لبسي العدل المغرب فرحان نكون معك في اول خروج اعلامي ومعنا الحزام الذهبي اللي لبسيه بعد معاناة كبيرة، الناس اليوم كيشوفوا وكيفرحوا معاك، ولكن حتى شي حد ما عارف الباركور اللي داز منه بدر ولد الشعب اللي ولد المدينة القديمة ومقاتل باش يوصل اليوم الهدف ديالو، مبروك عليك وفرحانين بك الله يحفظك. ليك آه. البطل اللي حنا. الله خويا علاء، شكرا لك بزاف وشكرا لشوف تيفي اللي جيشوا عندنا ورحبشوا بينا، آه الحمد لله على كل حال، قدم راسي بعد الناس، بدر الدين الدياني كنسكن في الدار البيضاء في مدينة قديمة بالضبط. الحمد لله وفقني الله نهار آه ثلاثه في, في هذا الشهر هذا انني جبت الحزام الذهبي كاول مغربي محلي في رياضه الفنون القتالية مختلطه المعروفه بالام ام كيحصل على هذا الحزام هذا وبدر الدين الدياني يعني, يعني مقاتل محلي 100% علاش على علاش حيت اغلبيه الابطال لي لي في هذا اللي في هذه الرياضه هذه اللي كي كيتوجوا كاينين على كاينين لا بريباراسيون ديالهم كيكونوا عايشين على برا مي الدين الدياني كيعيش في المغرب في مدينه قديمه مع فريق مغربي اللي هو فريق روبز السيم كاول فريق مغربي محلي حتى هو كي كيكون ابطال لي اساسيده ديالو غنيين على التعريف كاين الاستاذ البطل العالمي عبد العلي والاستاذ يونس عليقه اللي كونوا بزاف ديال الابطال واخا الرياضه اللي يمكن الشعبيه ديالها ماشي كبيره بزاف كباقي الرياضات نسولك اليوم ونستغل الفرصه علاش هذه الرياضه هذه ماشي كل شيء كيتعامل معك باقي او سائر الرياضات آه رياضه الام ام هي عالميا حاليا كتعتبر من آه اول الرياضات اللي في اللي لقاو اقبال يعني عالميا كنهضر على محليا محليا علاش حيت ما عندناش آه كنقول لك ما كاينش جامعات ما كاينش آه هو بالنسبه لابو زعيطار حتى انا كنت سمعت بان نفس الهضره بانهم داروا جامعه وداك الشيء مي من التكوين ديال الجامعه اللي كانوا داروا من 2018 ما كانش شي ما كانش الاكل ديالها ما, ما كان حتى شي ستاج شي حاجه شي فورما ما شفنا حتى شي حاجه يعني لحد الان و... حبره على ورق حبره على ورق كيف كيقولوا وما كاينش ما كاينش دي كومبيسيون ما كاينش دي ستاج ما كاينش ما كاينش زعما ماشي مفعل دي فورماسيون ما كاينش اه ما كاينش ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء آه هذا حنايا شخصيا يعني بالنسبه للفريق ديالي وبالنسبه للتحضير ديالي لهذا الفايت يعني انا ما لقيت حتى شي معاونه ولا شي حاجه انا كندك شي كامل كنديرو لي انا اليوم جائزه اللي بحال هذه ولا تتويج بحال هذا راه يمكن لك ولا ولا الناس اللي في الرياضه ديالكم كياخذوا عام يقدر يدير حتى شي حاجه باش يركز على هذيك كومبيتيسيون ويكون على هوتور انت كتعيش الحياه العاديه وخصك او ميمطو تحافظ دي لك دي على اللياقه البدنيه ديالك على ممارستك لهذه الرياضه هذه كيفاش كتقدر توازن ما بين هذه الجوج ديال الامور بعدا نقول لك واحد الحاجه اخويا على اقسم بالله لا الحزام هذا يعني كاين شي وحدين عندهم قال من الحزام بزاف وعرفتي الاعلام وداك الشيء داير عليهم وكنشوفهم يعني و... عندهم أ... عن دم... عندهم قال واصلين بزاف هذا الاعلام وداك الشيء انا هذا الحزام هذا الخصم ديالي باش انه جاب هذا الحزام باش بغى يلعب إيه باش تنافس معاه عام مفرالي عليه كل شيء وكيتريني وكينعس انا كي ما كيدير حتى شي حاجه كيدير حتى شي حاجه انا ولد بلادنا ولد بنادنا اشنو أش أش كيدير ولد بنادنا كيمشي كيخدم هاز عائله كيتريني من والو بريباراسيون ديالي مع هاد الجائحه هادي كنتريني غير في المنتزهات غير في المنتزهات غير في هادي كيجي وحداك الشماكريه كيريحو وحداك كيجي هذاك هادي كاين اللي والحمد... ما فيها مشريات تا بيان سور ولكن الحمد لله من والو الحمد لله بفضل المدربين اللي كانوا معايا وفضل المغاربه و... والشراسه اللي كيعرفوها المغاربه الحمد لله فينا يعني حنا مغاربه معروفين المحامي كندابزو وكنضاربو الحمد لله قدرت انني ن... نحقق الحلم ديالي ولكن كيبقى فيك واحد الحاجه بانه ما كتلقاش واحد الدعم ما كتلقاش حيت حيت الرياضه راه فريمون راه مش الرياضي تكوين الرياضي راه مشروع را. يعني, هو بحال شف... و... دي واحد الانفستيسمون فواحد الشخص اللي باش نوصلوا لواحد لو تروفي ولا نوصلوا لتطوير خاص توفر لي راحه البال ديالو يكونوا عنده دي سبونسور يكونوا عنده دي كومبليمون ديالو يكون عنده واحد لي سباس انا دابا غاصال كنقول لك ما... ما ما عندي السال فاش نتريني يعني ملي كنمشي كت... نتريني ماشي برا خصني ندير حصه مع 10 الليل ولا 11 كتريني كتولي ما حيتك تريني ما حيتك تخبى من البوليس ما حيتك يعني كون كانوا موفرين دوك الدروس تخدم بالنهار انت ما عندكش البلانينغ سبورتيف اللي تنوض تقول مثلا في هذا لو بروغرام غنمشي عليه خاصك تكون حياتك العاديه وعلى تحافظ على لياقتك البدنيه متافق معك ولكن خاصك تضحي عاوتاني يعني مثلا في الشهر الاخر ديالي انا ضحيت شاب خدمتي يعني ما بقيتش كنخدم باش اه واخا الرياضه اللي ضحيتي عليها انا اسمح لي بدر نسول لك سؤال شخصي شويه عطاتك هاد الرياضه اللي وقفتي عليها شحال ديال الحوايج واه اش نقول لك ما مازال ما, ما عطاتني حتى شي حاجه من الشيء انا جهد هذا اللي كتحط في هذه الرياضه واش ولل... هو النتيجه ولا 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 داك ال... الفاكهه اللي كدلني من هذه التضحيات هذه انت تشوف عندك واحد الشغف في عينك وانت فرحان ولكن واش هذا المجهود مقدر اللي بغينا نقول الرياضه صراحه هذه رياضه الاميمه انا مني مني درتها درتها عن حب يعني ما درتها الا باغيها وكنت شاهد يعني مثلا ناس كيترينيو في الساعه ولا انا كنتريني ساعتين كنتريني عاوتاني صباح عشيه كان... كان دوبلي لي زي زيفور كان دوبلي زيفور فريمون وكنزيد نشهد وكندخل وكان, وكان هادي ولكن الرياضه يعني ما عطاتني حتى شي حاجه من منصفاتنيش. ما نصفاتنيش مي الحمد لله يعني عطاتني اللي عطاتني كشر من هذا هو حب الناس المغرب كامل الحمد لله دابا ولا كيبغيني ولا كيعرف بدر الدين الدياني يعني. وبدر الدين الدياني تبارك الله انت متفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى شفت واحد البوست ديالك اللي قبل من النزال ديالك قلتي انايا بروحي ودمي غادي نجيب العز كونوا هانين كنتي تيقن بالنجاح ديالك بالرغم ان امكانياتك ضعيفه سمح لي على مقارنه مع الخصوم ديالك اللي يمكن في واحد في واحد الوضعيه اللي احسن منك لا فيزيكمون ولا كونديسيون يمكن حتى الحوايج أنا نعرف حوايجك وانت خصك تكون انت اللي مكلف بكل شيء دو هذاك وصراحة صراحه كيف قلت لك النزال ما كانش سهل وصير شو ان خاصني لعبت معاه كان ود البلاد يعني من الناس ديال من اغنياء ديال دبي وداك الشيء موفرين لي كل شيء انه باش يفوز عليا يعني جابوني انا ليه ككبش فداء باش ولكن صدق ديال اليوم ما كان وانا صراحه اي فايتر اي مقاتل كيكون عنده داك ال... داك الشاك وهذه ولكن الحمد لله بفضل المدربين ديالي اللي هما كانوا تايقين فيا أوه أوه الدم المغربي فوالا الدم المغربي وداك الشيء قدرت انني نحقق الانتصار لحظه التتويل فاش كتسمع الاسم ديالك وكتلدرابو ديال بلادك شفت عندك واحد اللقطه فيها الدموع في عينك شنو وقع في هديك اللحظه؟ <applause> دموع أخو الدموع اخويا دوك الدموع راه راه حين تبكي الرجال فاعلم ان الهموم فاقت الجبال دوك الدموع راه كيعبروا دموع عرفتي راه بريباراسيون عرفتي كون نشوف اخويا علاء وحق الله تا تبكي بالله من والو انا راه انا كنت كنتريني كنقول لك غير في الزرادي كلعبو... آه... ما دراري صحابي لعبوا كاليفيكاسيون ديال الالعاب اولمبيه في المصارعه تا هما كيترينو في الزرادي يعني ما كاينش واحد الاهتمام ما كاين التاطير ما كاينش ما كاينش الاهتمام واش بل... ما تيقيلش فيكم غتنجحوا غت... غت الرياضه كنقول نقول مي... ماشي ماشي كيسيون تيقا مي ما ما عندناش كنقول لك ما عندناش جامعات ما عندناش الناس اللي كيوصلوا مثلا في مثلا دابا انا ان شاء الله الى السلا انا بطل إلى مشيت ان شاء الله اكثر من هذا وغادي نوصل للحلم ديالي ان شاء الله حيت هذا الحزام هذا باش بغيت نغادي يعرفوا ان هذا الحزام هذا غير طريق غادي درتها باش نوصل حيت دابا هذا الحزام هذا غيمكنني انني نوصل لعب على الحزام الدولي والحزام الدولي هو طريق يعني باش باش نوصل اول من اول منظمه في العالم اللي هي منظمه اليو اف سي ان شاء الله اكيد بعد الطموح والاصرار والعزيمه اللي عندك غادي توصل والنجاح هو وليد واحد المجموعه ديال الناس اللي يمكن كيساهموا فيه ملي كنقول نجاح فهو من نجاح فردي يمكن انت قاتلتي وتقاتلتي باش توصل لهذا النجاح ولكن اليوم انا غادي نستضيف واحد من المدربين ديالك اللي بغى يلتحق بنا واللي تبارك الله اليوم كيتقاسم معك هذا النجاح انت كيشوفك ولدو اللي قدامه واللي قدرتي يتحقق مرحبا بك خليك تقدم الناس بشكل وتكون معك السلام عليكم تنشكروا قناة شوف تي في على الاستضافة معكم ايتي شو عبد العالي بطل دولي سابق ومدرب حالي للفنون القتالية لفريق روبلستيم بارك الله خلي اليوم حنا معنا البطل المغربي ولد بلادنا اللي صرف المغاربه كاملين وجاب وزيب العز وجابوه في دي كونديسيون كيما قال لنا صعاب ما كانوش كاع الظروف ملائمه واش كنتي فيه فيه وكيفاش دولتوا مرحله الاستعداد اللي تنعرف النجاح ما جاش من من ليله واحده ولا من 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 حلبه واحده فهو تراكم آه المجموعه من 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 سنوات ديال الجهود آه الحمد لله حنا كنا واثقين في بدر كنا واثقين فيه 100% في وحيت اصلا في البدايه ديال بدر كان عنده اصرار انه يوصل ذاك الشيء لا ياش كنا واثقين فيه والحمد لله هذه غمر حالة انا قلت لي الحزام غمر حالة ومازال ان شاء الله الخير القدام بدر آه الناس ما يعرفوش حنا اللي كان حيت بدا معنا باقي غير باقي يعرفوه نو ما يعرفوش الظروف اللي عاشها واللي داز منا حيت لابليبار بطل ماشي من الساهل دابا حاليا حنا في المغرب المشكل اللي ولا عندنا هو بطل ابطال المواقع فهمتي يعني ما كاينينش اما باش يخرج بطل حقيقي في المغرب وفي هذه الظروف اللي تنعيشوها حاليا في المغرب والمعاناه من الصعب من الصعب من الصعب يخرج بطل ومن تيخرج كاينين الحمد لله دراري ولكن ما, ما لاقينش ظروف ولكن من تيخرج بطل من المعاناه والله العظيم سي لابلي بار يعرف ولا بلي بار يعرف كي كان تي بري باري بادر انا كنت تنقولها لي شو نقولها لكم بالداريجه تنقول لي والله القاسم ماشي هذا الادفيسير يشوف كي كنتي تتبريباري وكيفاش دير يعطي لك يقول لك خويا صاحبي و شو حيت شوف الصراحه اوتوماتيكمون اه حنا انا تنقول له واحد المثال تنقول له شوف راه عندك سياره عاديه طوموبيل عاديه ما تقدرش تدخل تلعب فيها في الفورميلا وان <applause> مي في الاراده ديالو وداك الشيء الحمد لله حققنا والمفاجاه وحنا كنا واثقين فيه نهار جا لا بليبار اللي ما عرفش انا ماشي فايت واحد باش خد الحزام راه خمسه المقابلات هذا هو المباراه الخامسه اللي على هذه يعني هي المبار المبار آه. يعني المباراه باش وصلت ل 30 ماشي ضربه حد حنا هنا نشرحوا للناس انه يمكن كنقولوا وقف مع الحظ في هذه المباراه واحده ولكن خمسه على و... ما كنتي تيديو ملايمات انا بغيت نزيد الناس انني ما انني كندير رياضه اخرى رياضه الصومبو وانا بطل في هذه الرياضه الصومبو ست مرات بطل افريقيا و وعالميا عندي رتبه ثانيه في كاس العالم ورتبه ثالثه شا. وعندي في الكرون بري دو باري جوج ميداليات ذهبيه يعني عندي واحد في سباسي في الجرده حاليا يعني بسبب الجائحه من قبل كانت عندنا واحد الصال ذاك الشيء مي ولكن يعني ماشي بالظروف الملائمه للانجازات اللي حققت ماشي, بالظروف حيت فريمون ما, ما عندناش دي سبونسور ما عندناش حام حاجه ما عندناش خاصني مثلا بغيفة اكزومبل غير الاخرى كان خاصني بزاف لي كومبليمون بزاف حيت خاصني نقص في البوا ذاك الشيء ولكن حيت نظام غذائي اللي نظام غذائي وكاين بزاف الحوايج مثلا كاع الناس كيعرفوا بان الفايشر يعني اي رياضه كيخصو ديك عمليه نقص انزال الوزن ضبط يعني الوزن انا حيت 11 كيلو باش لعبت في الوزن المسموح اللي هو 77 يعني 11 كيلو خص ضروري بزاف ديال لي كومبليمون تستعملهم يعني, يعني كيفاش غادي مثلا مقاتل ما خدام ما والو مركز على رياضته ما لاقي لا ما يوفر هذا الشيء <applause> ولا غادي يعاونوه ولا غادي يحبس حيت شحال من بطل يحبس اكيد انا غنستغل حضور المدرب ديالك معنا هذه الرياضه هذه فين غادا في المغرب حنا كنجيبو <applause> القاب تبارك الله عندنا بطل مغربي ولكن ما مدى دعم وتعطير هاد الابطال المغاربه المشكل الواحد غادي ندويو على الرياضه كغدا في المغرب المشكل الواحد راه كاينين مقاتلين تبارك الله وكاينين دراري اللي في المستوى فهمتي ولكن خاصهم غد دعم وما كاين المشكل هنايا في الرياضات ما ندويوش عندو في صفه عامه مع الرياضه في المغرب المشكل الناس المسؤولين اللي شادين الرياضات وداكشي ملي تجي تشوف تشوف يعني السي في ديالهم تلقاهم هما بعاد كل بعد على الرياضه داكشي علاش ما تيحسوش بالمعاناه ديال الرياضي ولا ما يعرفوش شنو الاحساس ديالو ما عارفين شنو كاين يعني ما غاديش يحس بالرياضي امبوسيبل تسنى منه يشوف من جهه الرياضي هنا لا بليبار ديال المسؤولين داكشي تيشوفوا بالدارجات يشوفوها جيوبهم المصالح, المصالح الخاصة ديال اليوم أنت يا بطل وشربتي المغرب وتفاعلوا معاك الناس نرجع للردود والفرحة ديالكم في جبتي اللقب كيفاش كان التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناس معاك كنشوفوا لي بوست ديالك باغتو لي باس كيفاش حسيتي الناس شوية ديال الفرح ولاد دي بلادك كي سيند اخويا علاء وحق الله الا غنقولها ونيت مزيان ملي قلتي لي هاد النقطه هادي والله كنبغي نشكر كاع المغاربه عرفتي يعني في الانستغرام فيسبوك عرفتي شحال ديال الناس عرفتي لي ميساج اللي وصلوني ولي راك انت كنتي منهم انت واش نقول لك دابا ما جبنا الانستغرام دابا انت قدام المغاربه كتفاعل كتجاوب ولا صافي رياضي خصك خصنا ما نهضر ليك راه انت انت خير مثال اخويا جاوبتيني صراحه بطريقه مباشره جاوبنا الحمد لله كاع الناس واخا واخا كانوا لي ميساج عرفتي والبارطاج وداك الشيء ما قدرتش نجاوب كل شيء وحالي حاليا يعني راه كنشوف مع واحد السيد اللي غادي يشري لي انستغرام وغادي يجاوب كل شيء ان شاء الله معكم غادي يجاوب اللي بغى يقول لك شحال فين يمشي المهم معاك ياك آه يدخل غير بدر الدين دي بدر الدياني في انستغرام ولا فيسبوك ومرحبا واي واحد عنده شي سؤال اي واحد عنده حيت بزاف الناس باغيين يوصلوا في هذه الرياضه وكيجيو كيسولوا تعاد تعاد تعاون ولاد الشعب خوتك بحضة. وان شاء الله جايه في الطريق ان شاء الله من بعد آه فريق روبلز ان شاء الله اللي كان ليه من ضمن البروجي ديالنا لو لقاو غير الدعم ان شاء الله غادي نحلوا بحال واحد الاكاديميه ان شاء الله غتكون اول اكاديمي مغربيه باش تعاونوا لي فايترز المغاربه يوصلوا للحلم ديالهم ان شاء الله شفت واحد الكومونتير ولد مريديكا كيف كتسمع هذا الموضوع انت في بلاصه كبيره وكتسمع واحد كيعطيك معلامة اللي في المدينه القديمه اه نقول لك اخويا مريديكا راه اولاد المدينه غادي يعرفوها راه طلعنا منها كنا كنعوموا تما وداك الشيء حيت بدر الدين دياني عندي واحد اللقب دابا حاليا لقبين هو بطل الشعب و تشيسر يعني صائد الاحلام يعني غير الحلم ديك تثبتي به وصلتي به وانت مثال الشباب المغربي اللي تبارك الله سيقفى راسه وطموح فرحان يكون معاك آه كلمه اخيره للجمهور والناس اللي تبعوا البطل ديالك آه، تنشكر كاع الجمهور اللي <applause> تنشكر كاع الجمهور اللي ساندوا بدر والحمد لله بدر حقق الاهم جاب اللقب العالمي ولكن انا واحد المقوله تنقولها ليه ديما تنقول ليه من السهل انك تحقق اللقب ولكن من الصعب انك تحافظ على اللقب وان شاء الله هذه بدايه الطريق بدر من اول ما جاء عنده كان عنده هدف هو انه يلعب في منظم شوف اي واحد يلعب الام ام اي وداك تيكون عنده هدف تيبغي يحقق هو كان هدفه انه يلعب في اكبر منظمه عالميه هي اليو اف سي الحمد لله انا تنقولها ليه وتنقولها قدام الجمهور وداك الشيء ما بقى ليه والو على هذا الحلم يعني فهمتي مي, مي مي امبوسيبل عنده بالواقعيه ما ندويش غير بالعاطفه وداك لي واه بدون لوخات خوشات واه باقي ليه جوج خطوات و... واه خاصو العون خاصو الدعم امبوسيبل ف... 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 فايتر راه علاش دابا بنادم تيجيهم دابا اي بنادم اللي ما ما ملمش بالرياضه تيبان <applause> ليه راه قتال عادي الفايتر لا اسهل حاجه هو نهار الفايت الفايته سهل اي واحد يدخل يدخل كومبي ولكن ولكن اصعب حاجه هي البريباراسيون وديك بتحب. باش بريباري باش بريباري ديك شي خاص امكانيات خاص بزاف ديال الحوايج كي قالوا يعني ام وام اقل حاجه خاص مكملات غذائيه خاصك برنامج خاص مادي وكي غادي بنادم كي بغيت يتخرج بطل ام تنعرفوا المعاناه يعني وكيفكر, وكيفكر حوايج خاصه الاسره ديالو والعائله وما تتريني وما عارفش راسك شنو غادي تاكل ما لا برنامج غذائي لا بزاف ديال الحوايج بدر من الناس المقاتلين والحمد لله ومن الناس المقاتلين واللي عندهم الاراده انا انا عشت يعني حتى انا كنت فيتر وانا عشت في هذا الشيء اللي تيعيش فيه هو انا داك وانا تنحس بي انا داك الشيء اللي تنعطيه اكثر من جهدي تنقول انا تنعاونك بقدر المستطاع داك الشيء حيت انا عارف المعاناه حيت ما تيحس بك غير ولد الميدان انا نقول ليه صراحه وقلتها لي وديجا نقولها قدام الجمهور وكل شيء باقي لي جوج خطوات ومن السهل انه يوصل للحلم دياله ولكن خاصه ضروري الدعم الا ما كانش الدعم صعيب صعيب وصعيب بزاف ان يكون غير الخير وانت تبارك الله شرفتي وبينتي على قدرات عاليه وقدرتي توصل اللي ما قدرش يوصلوا ناس اللي موفرين لهم كاع الحوايج ولكن انت بالعزيمه والاصرار اكيد ربي ما يخيبكش وهذه فرصه ونداء للمسؤولين حول هذه الرياضه لانهم يهتموا بطاقة الشابه لانه انت غادي تعطينا ابطال من القدام اذا درتي الاكاديمي ولا عندك وليدات اللي انت كتاثرهم فكيف ما الكوت ديالك او المدرب ديالك عطانا بدر فانت قادر تعطينا ابطال اخرين كلمه أخيرة للجمهور الناس اللي تبعوك فخور بك وفرحان اني كنحاورك ما يحفظك خويا علاء وكنبغي نشكر كاع المغاربه وحق الله لا. لكم راكم سند وكنبغيكم كاملين وشكرا لكم بزاف بزاف وان شاء الله غادي نتقاتل ان شاء الله باش غادي نشرفكم ان شاء الله ونشرف كاع المغاربه وغادي نحقق ان شاء الله الحزام العالمي وغادي نوصل لاكبر منظمه ان شاء الله حاجه واحده بغيت نوصل للمغاربه ان شاء الله بقاو دائما ساندونا وانتم الرياضيين حاولوا عافاكم تبقاو دائما متشبتين بالاحلام ديالكم واللي عنده شي سؤال ولا ولا شي تساؤل مرحبا يدخل عندي راه كاين مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك يدخل عندنا انستغرام اللي بغى يسوي شي حاجه اي كيسيون اي حاجه في الرياضه وقدرت نعاونو راه العيب وعار ما قلتوش شي حاجه الحمد لله على انني حافز لبزاف المغاربه وشكرا لكم كاملين كنبغيكم كاملين تبارك الله كبار ديال المشاهدين الكرام حتى يا حوار رفقه الابطال المغاربه اللي اليوم تبارك الله شرفونا وجابوا العز للبلاد وصلنا النهايه ديالو كنضرب لكم في بحوار اخر تبقاو على خير